الدنيا الموضوع خلص خلاص. كويس. انا كلمت صالح في السفاره ومستنينا بكره عشان الوثيقه. تفتكر ده قرار صح؟ اكيد طبعا. مش احسن ما حد ينتحل شخصيتك ويعمل جريمه مثلا؟ ايوه صح. بس انا ممكن الاقي الحاجه يعني ما بقاليش كتير. اكيد طبعا ممكن. بس الافضل انك تطلعي الوثيقه وترجعي مصر وتطلعي باسبور وتعالي. كده هيبقى وضع قانوني. ايوه صح. طب والمحضر؟ المحضر يعني اسافر واسيب المحضر كده؟ افرض غيروه او عملوا فيه حاجه او قفلوه. بصي يا ستي، احنا هنروح المقفر نحدث المحضر ندخل موضوع الواد المصري ده، وبعد كده هناخد الورق ونروح السفاره، مش عشان الوثيقه بس، عشان هم يتابعوا موضوع السرقه. وانت كده تبقي في السليم بدل ما يسوحوك العيال الصيع دول. كلامك منطقي الصراحه. انا بس قلبي مش متوعني ان انا اسيب العقد اللي مش متاكد اني اطلع منه نسخه تانية وارجع مصر. شو؟ رجع مصر؟ عن جد؟ فارس، انت فين من الصبح؟ كنت بالشغل. بونجور فارس. خالد. شو؟ يا حبيبي حتسافر؟ لا. ايه؟ قصدي اه. يعني الزلمة رجع لك شنطتك وكل امورك تمام؟ لا، طلع مقلب. مع الاسف، عشان كده بقى لازم اروح السفارة والمخبر. الديمقراطية دي ما بتنفعك بشيء. لما بتكملي مع شو اسمه؟ الزلمة هيدا تبع وسام؟ المعلم توني. ما خلاص ما بقاش مفيد. بعد ما الشنطة راحت للولد التاني. أنا مش عارفة أعمل إيه، الوقت عمال يجري بصراحة. بالظبط بالظبط، ده كلام فاضي، يعني مش كلام مش م... يعني مش مش ض... يعني مش منطقي، مش علمي الكلام ده. يعني حضرتك قلته، بس عشان كده إحنا لازم نطلع المقفر نحضر الورق عشان يكون ورقنا كله جاهز في السفارة بكرة. أيوه صح، بس أنا لازم أجيب المحضر الأول. هو مش معاكي؟ لا في الأوضة، دقيقة بس دقيقة. يجي معاكي نحكي شوية؟ لا هطلع أجيبها بسرعة وننزل نحكي. قصدي نحكي بعد ما ارجع من القسم على طول. اه انتوا ما شربتوش حاجه صح؟ لا ما شربتوش. فين عم عز؟ يا عم عز الاساتذه مش معقول كده، لازم الله. لا لازم نمشي. بس وخارج بره مش فاهم. ايوه الدنيا مقربه خالص، حد عايز يتكلم معايا على الانفراد، تاني عايز ياخدني المغفر والاسم والحاجات دي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن تطلعي تقعدي معاهم؟ خلص واطلع بره. والنبي والله اطلع بره. بيها ورجع لكم، رجع لكم على طول. خدي شمسية عشان حاضر. الدنيا بتمطر بره. هو حضرتك بيشتغل ايه بالظبط؟ عندي ستارت اب دبي موبايل ابلكيشنز. ابلكيشنز؟